سلام، معكم هيسرا اسماعيل. اليوم جيناكم فيديو جديد، فيديو راح يكون عن برنامج كولر. طبعا اول شي راح تعملوه راح تروحوا على الضبط. انا قبل غيرت اللغة، بتروحوا بتغيروا اللغة على التركية، وبعدها بنجي نفتح البيانات. بعد ما فتحنا بنفوت على البرنامج. طبعا البرنامج راح نفوت، عم تشوفوا في هو موجود قدامكم. بنروح على هرجل 100 ميجا بايت. عم تشوفوا هلأ رح اكبس على اول وحدة. طبعا بس نكبس عليها مرة واحدة، لانه اذا نكبس عليها كتير رح تصير في ديون على الخط، هي رح تكون مراهنات كتيرة، فما لازم نكبس غير مرة واحدة. انا هالمرة كبست عليها. طبعا هلأ مباراة اليوم، يعني كم مرة إذا بيعملوا جول راح يجينا 100 ميجا بايت. عم تشوف ولا إجاني رسالة إنه أعطاني 100 ميجا بايت. هاي بداية. طبعا بعد المباراة، تكملة المباراة، راح يجينا ميجات، يمكن نجي 500 ميجا، على الأغلب بيوصل ل500. هيك بكون خلصنا الشرح، بتمنى تستفيدوا منه، وكمان لا تنسوا تحطوا اشتراك ولايك، وشكرا للجميع.